لكن ماذا يحصل في منطقة الإدارة العامة أو وما باله في منطقة إدارة الصارمة وصارمة جدة؟ لا أحد يعرف. هذه الوثائق وثائق سرية أصدرت من حكومة الصينية وأعلنتها سيدة آسيا عبد الأحد وهي امرأة أيغورية تسكن في هولندا. وصلت هذه الوثائق إلى يدها تقريبا قبل 6 أشهر. بعدما وصلتها هذه الوثائق تعرض عدة تهديدات وخافت على نفسها وخاصة على أطفالها الصغيرة. في ديسمبر من عام 2019 تمكنت المعارضة الإيغورية آسيا عبد الوهاب من تسريب قرابة 400 وثيقة من مصدر صيني مجهول. الوثائق أكدت أن ما ترتكبه الحكومة الصينية بحق مسلمي الإيغور هو عقاب وغسل أدمغة وصولا إلى إخفاء الإيغوريين وقتلهم وبيع أعضائهم البشرية. آسيا بعد تسريبها للوثائق تعرضت للكثير من التهديدات، ولكن ذلك لم يثنها عن فضح ممارسات الصين ضد هذه الأقلية، فسلمت أنور محمد إيغوري يعيش منذ سنتين في هولندا نسخة عن هذه الوثائق. التقينا أنور في أمستردام حيث قدم لنا شرحا عن أهم ما جاء في هذه الوثائق. هذه الأوراق مهمة جدا لأنها تثبت أن ما سماه حكومة الصينية باسم مراكز التدريب والتأهيل ليس مراكز التدريب والتأهيل، بل هي معسكرات الانتقال أو السجن. لأن كيفية الإدارة في هذه المعسكرات الانتقال نفس الشيء كالسجن. والصين تريد خداع العالم الإسلامي والعالم كله أيضا، وهذه الوثائق تكشف خداعه وكذبه. هذه الوثيقة مهمة جدا لأن في الداخل الصين لا يوجد حرية الصحافة ولا يوجد حرية الفكر، حتى شبكة الإنترنت عليها مراقبة شاملة كاملة، ولا نستطيع أن نتواصل مع أقاربنا ولا نستطيع أن نتواصل مع أصدقائنا الذين سيرسلون هذه الوثائق. وهذه الوثيقة أرسلها رجل مخفي على وشك الخطر وأرسلتها. الكل يطلبون منا إثبات على ما نقوله، ولا نستطيع نثبت كل ما نقول وهذه الوثيقة أهميتها لأنه يصدق ويثبت ما قالوا المعتقلين السابقين وأطلقوا من المعسكرات الاعتقال من مواطني قزاقستان. يطابق نفس الشيء في هذه الأوراق. يشرح أنور محمد بالتفصيل أهمية هذه الوثائق وكيف تتعامل الصين مع المعتقلين الإيغور في معسكرات إعادة التأهيل والتي هي مجرد معسكرات تعذيب. واحدة من أهم النقاط التي كشف في هذه الوثائق أسرت المحكمة الصينية على رجل مسلم بأنه يصلي. يعني بالنسبة للصين كل مسلم يصلي ويصوم ويدعو الناس إلى الأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر فهو مجرم، فهو إرهابي. أهم وثيقة من هذه الوثائق وهي هذه وثيقة السرية، وهو يتكلم عن كيفية الإدارة معسكرات الاعتقال، وفيها يقول أن معسكرات الاعتقال يقسم إلى 3 مناطق: منطقة الإدارة عامة، منطقة الإدارة الصارمة، ومنطقة إدارة صارمة جدة. وكل طالب لما دخل إلى هذه المعسكرات الاعتقال سيقيم عليه درجات، ويقول فيها أيضا يمنع من عن باطن أن يحرب من هذه المعسكرات الاعتقال، ولا يجوز له يدخل بالجوال الخاص، ولا يجوز أن يتكلم مع موظفين في هذه المعسكرات، ولا يجوز له أن يزور أخويه في معسكرات الاعتقال، وأيضا له حرية مرة واحدة فقط، له حق مرة واحدة فقط في الأسبوع أن يتكلم مع أقاربه بالجوال، ومرة واحدة في الشهر أن يزوره أسرته. وتكشف هذه الوثائق
أن الصين تمنع تنزيل البرنامج الخطيرة كالواتساب إنستغرام تيليجرام وفيسبوك وتويتر مثل هذه الأشياء، وهذه الوثيقة تثبت على ذلك. وهذه ليس سياسة جديدة عند الصين، بل هي قديما هكذا، لكن هذه الوثيقة تثبته إثباتا تاما. هذه الوثائق التي تم تسريبها والتي حصلنا على نسخة منها تجدونها في موقع أخبار الآن، فضحت من دون أدنى شك أي محاولات للصين لطمس ما ترتكبه في حق الإيغوريين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في شينجيانغ قد فرضت بالفعل ضوابط أكثر صرامة على المعلومات في أكتوبر، وفقا لما ذكره 3 أشخاص جميعهم من الإيغور يعيشون خارج شينجيانغ، وهي تشمل أوامر للمسؤولين على مستوى المجتمع المحلي بحرق النماذج الورقية التي تحتوي على تفاصيل شخصية حساسة عن المحتجزين، مثل حالة احتجازهم وتجديد إدارة المعلومات السرية وحماية جميع المعلومات وتخزينها على قواعد بيانات منفصلة على الإنترنت في غرف خاصة محمية لمنع وصول المتسللين.